السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط، نأخذ أمثلة وتمارين في موضوع الدوران حسب القياسات بالنسبة للزوايا. المثال اللي موجود في الكتاب مثلث رؤوسه النقاط الثلاث المعلومة، جد صورته تحت تأثير دوران زاوية قياسه 180 درجة باتجاه عكس عقارب الساعة. الدوران اللي درسناه باتجاه عقارب الساعة راح نكتب الملاحظة الجديدة في هذا المثال. المثال الآخر مربع رؤوسه النقاط معلومة، أربع نقاط، جد صورته تحت تأثير دوران مركزه نقطة الأصل بزاوية قياسها 90 درجة، نرجع للزاوية باتجاه عقارب الساعة ثم جد مساحة صورة ذلك المربع. هنا راح نستعين بالرسم للتوضيحات. أكثر الدراسات عندنا من هذا النوع هي دراسات نظرية، طالب ما يحس بأهمية الموضوع ولا بالأخطاء اللي يصير عنده في هذا الجانب. ملاحظات بسيطة، هنا نشير إلى القوانين فيها والرسم. الجزء الأول الحل، صورة هذا المثلث، كل نقطة ثبتها وثبتناها. اسم الموضوع الدوران، دوران حرف R، زاوية الدوران هنا 180 درجة أو نصف دورة، 180 درجة أو نصف دورة. اسم النقطة اللي اختاريناها الحرف A، إحداثيات النقطة X و Y، صورة هذه النقطة هي A، هذا الترتيب، اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة تكتب بالجانب بهذا الترتيب، هذه صيغة. الإحداثيات اللي سهلنا فقط تغير الإشارات السالبة، معنى يصير سالب الإكس وسالب الواي، وهو نفس الدوران باتجاه عقارب الساعة، لأن الزاوية هنا قياسها 180 درجة. النقطة الأولى إحداثياتها R، 180 درجة زاوية الدوران، اسم النقطة A، إحداثيات النقطة A اللي هي 1 3، واحد ثلاثة، صورتها تصير سالب واحد سالب ثلاثة. أرسم كل نقطة وصورتها في النظام الإحداثي. النقطة الأولى موجبة إحداثياتها 1 3، هذه النقطة الأولى في هذا الموقع. نقطة A 1 3، صورة هذه النقطة بالجانب الثاني سالب 1 سالب 3، سالب 1 للأسفل سالب 3. هذه صورة النقطة. النقطة الثانية دوران 180 درجة لنقطة اسمها حرف B، إحداثيات النقطة سالب 1 4، النقطة الثانية صورتها صير موجب 1 وسالب 4، يتغير فيها الإحداثيين السيني والصادي فقط بالنسبة للإشارات. نقطة عندنا موجب 1، موجب 1 وسالب 4 للأسفل. هذه صورة النقطة الثانية اللي هي B فتحة. النقطة الأولانية راح أرسمها اللي هي سالب 1 4، سالب 1 4 للأعلى،
نقطة هنا اسمها بي صورة هنا. النقطة الثالثة نقطة سي، دوران 180 درجة لنقطة سي، إحداثيات النقطة 3 سالب 1 3 سالب 1، صورتها -3 وموجب 1. أسقط النقطة أولا، نقطة 3 1 2 3 للأسفل -1، هذه النقطة سي اللي هي 3 سالب 1، صورتها -3 1، -3 وموجب 1 الأعلى. الملاحظة رقم 1 في هذا الموضوع، لاحظ النقطة وصورتها على استقامة واحدة تشكل زاوية قياسها 180 درجة، أي نقطة نختارها صحيح. النقطة تكون 1 3، النقطة 1 3 مع صورتها، لاحظ بهذا الترتيب خط مستقيم واحد بين النقطة وصورتها، زاوية 180 درجة. النقطة الثانية بالنسبة لنقطة B، أيضا النقطة وصورتها، أيضا لاحظ هنا مع المركز، مركز الدوران تشكل عندنا زاوية قياسها 180 درجة، خط مستقيم. وكذلك بالنسبة إلى نقطة سي، هذه النقطة سي، النقطة مع صورتها بهذا الترتيب. التوصيل بين النقاط الأي مع البي مع السي، النقاط الثلاثة الأولى بهذا الشكل من أي إلى بي، من B إلى C، ومن A إلى C بهذا الشكل الترتيب. دوران هذا الشكل، الصور الأخرى من أي إلى بي، لعلامة الخط أي داش، من أي إلى سي، الصورة الثالثة توصل الأخرى. لاحظ الشكل الهندسي ودورانه. هذا بالنسبة للجزء الأول في هذا المثال. من شروط هنا الموازاة، لاحظ التوازي البينية، الاستقامة أيضا في نفس الوقت، وقياسات الزوايا، يعني هاي الزاوية مع هذه الزاوية وهذه الزاوية والزاوية C مع هذه الزاوية بهذا الشكل بهذا الترتيب. مو فقط قوانين على الطالب، فقط غير إشارات ما يعرف اسم الموضوع أو النتائج اللي تترتب على هذا الشكل. المثال الآخر بالنسبة للمربع، الحل SOL، اسم الموضوع هنا دوران، قياس زاوية الدوران 90 درجة، اسم النقطة، الشكل الهندسي هنا ما ثبت نقاط، يصير الطالب ما يكتب حتى أي اسم لنقطة حتى لا يصير عنده إشكال، بس يوصل بصورة صحيحة من النقطة الأولى، صورة هذه النقطة بهذا الشكل. إذا وجدت حروف أثبت الحروف، إذا ما وجدت حروف مباشرة إحداثيات النقاط، بس هنا راح يصير عنده اشكال الطالب، وين الصعوبة مالته؟ الصعوبة بين التوصيل بين النقاط حتى لا يصير عندنا الشكل بخلل
أثناء الرسم. معناه وجود الحروف جدا ضروري هنا بالنسبة للنقاط. راح أوصل النقاط حسب هذا الترتيب بحيث تكون عندنا دورة مغلقة. أمسح الجزء الأول. الطالب هنا يأخذ رسم ثاني لازم. نحن على مدى السرعة نستعين برسم واحد. نستفاد من الوقت أيضا بهذا الشكل. النقطة الأولى إحداثيات سالب 2 2 سالب 2 2. صورة هذه النقطة حددناها اتجاه الدوران بزاوية باتجاه عقارب الساعة باتجاه عقارب الساعة بالنسبة للنقطة الأولى. هنا مباشرة يفضل كتابة الإحداثيات بشكل X و Y وبعدين نكتب الناتج هنا X فارز Y ونطي الصور ثم ناخذ النقطة 90 درجة. أنا راح أعطيهن أسماء النقاط وأحافظ على شكل الجنس بحيث تكون عندي مربع شكل مربع. النقطة الأولى إحداثياتها X و Y صورتها تصير Y سالب الـ X Y سالب الـ X. الدوران باتجاه عقارب الساعة الإحداثيات واحد مكان الآخر. أعيد الملاحظة الإحداثيات واحد يتبادل الآخر. اللي تاخذ Y للأعلى تصير Y للأسفل فهذا يصير موقعها الزائد. النقطة الأولى إحداثياتها سالب 2 ب2 بهذا الشكل. على هذا الضوء السؤال أبادل الإحداثيات صار عندنا 2 سالب 2 بهذا الشكل. لاحظ الجزء الأول اللي أخذت وضع الواهي اللي راح تتغير صار هنا موجودة. الإحداثيات بالمبادلة حسب هذه القاعدة. لاحظ الواي مكان الأكس. الأكس اللي تأخذ هنا اللي تمثل حرف الواي في الرسم هي اللي تأخذ الإشارة المعكوسة. النقطة الثانية دوران 90 درجة للنقطة الثانية وصورتها النقطة الثانية اللي موجودة في الرسم سالب 2 4 سالب 2 4. دوران هذه النقطة يصير عندنا 4 سالب 2. نبدل الإحداثيات تصبح هذه الإشارة موجبة بهذا الشكل. النقطة رقم 3 دوران 90 درجة للنقطة الأخرى بعدين نطي اسمها. النقطة الثالثة سالب 4 2 سالب 4 2 صورتها تتبادل الإحداثيات 2 سالب 4 تصبح موجبة بهذا الشكل. النقطة الرابعة دوران 90 درجة النقطة الأخيرة في هذا المثال سالب 4 4 صورة هذه النقطة تبادل موقع الإحداثيات. الإحداث الثاني يأخذ إشارة سالبة بهذا الشكل. لاحظ هنا قانون نتأكد هنا من خلال رسم الشكل الهندسي وإسقاط النقاط. النقطة الأولى سالب 2 ب2 سالب 2 نقطة الواحد بالاتجاه السالب 2 للأعلى. هذه النقطة الأولى. اسم النقطة سالب 2 2. النقطة الثانية سالب 2 4 سالب 2
أربعة ثلاثة، هذه النقطة الثانية، سالب اثنين أربعة. النقطة الأخرى سالب أربعة اثنين، سالب أربعة اثنين، واحد اثنين ثلاثة، سالب أربعة اثنين للأعلى، سالب أربعة اثنين. النقطة الأخيرة سالب أربعة أربعة، سالب أربعة أربعة. توصيل بين النقاط حتى تكون عندنا المربع. هذا الرسم الأول، صورة هذا المربع. لاحظ احنا النقاط دوران 90 درجة باتجاه عقارب الساعة. النقطة الأولى، نوضح موضع النقطة، سالب اثنين اثنين، موجب اثنين اثنين، موجب اثنين اثنين، واحد اثنين اثنين للأعلى، هذه النقطة، لاحظ الترتيب اللي أريد أوصل إليه، ورسمنا هذا الخط مع النقطة الأولى. هتشكل زاوية قياسة 90 درجة مع النقطة الثانية اللي نريدها، لاحظ بهذا الشكل، اتجاه الدوران باتجاه عقارب الساعة، اتجاه الدوران، اتجاه الدوران، هذه النقطة الأولى، لاحظ بهذا الترتيب. النقطة الثانية اللي هي سالب اثنين أربعة، إحداثياتها أربعة اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه النقطة الثانية تصبح في هذا المكان اللي هي أربعة اثنين، هذه النقطة راح أخلي الإشارات يمها، هذه صورتها. وهذه النقطة الأولى، وهذه صورتها. أوصل بيناتهن، النقطة الثالثة اثنين أربعة، النقطة اللي هي عندنا النقطة رقم ثلاثة، سالب أربعة اثنين، سالب أربعة اثنين، صورتها اثنين أربعة، اثنين أربعة، هاي اثنين أربعة للأعلى في هذا الموقع، صورتها اثنين أربعة، هاي النقطة عليها علامة الإكس. النقطة اللي موجودة بالبداية اللي هي سالب أربعة اثنين، هذه صورتها. يقدر الطالب يتأكد من خلال الزاوية بهذا الشكل، إشارة بسيطة لتوضيح الموضوع.
مع هذه النقطة. زاوية قياسها 90 درجة لها بهذا الشكل بهذا الترتيب. النقطة الأخيرة اللي هي سالب 4 4، هذه النقطة الأخيرة صورة النقطة هي 4 4 4 4 للأعلى. في هذا الموقع اللي هي 4 4، أوصل بين النقاط الأربعة ذني. وهذه صورة المربع، صورة المربع. بهذا الشكل. بعد ما كملناها، الملاحظة الثانية، جد صورته تحت تأثير الدوران. كملنا الصورة ثم جد مساحة صورته، مساحة هذه الصورة. مساحة المربع حرف اي كابيتال، مساحة المربع يساوينا طول الضلع في نفسه ال تربيع. نجي للأطوال. من هذه النقطة إلى هذه النقطة، لاحظ هنا عندنا هذه النقطة اللي هي 2 2، الفرق بالإحداثيات الصادية لا يوجد، الفرق فقط في الإحداثيات السينية. المسافة هنا 2 متر أو 2 وحدة. كذلك بالنسبة للإحداثيات الأخرى، لا يوجد فرق في الإحداثيات السينية، ولكن يوجد فرق في الإحداثيات الصادية 4 يروح 2، أيضا هاي 2 أمتار أو وحدات بهذا الترتيب. إذا طول الضلع هنا نقدر نعتبره 2 متر إذا اختاريناها، وإذا وحدات لا على التعين نقول عليها 2 يونت. فهنا طول ضلع الصورة أيضا ما تنحصل 2 تربيع، ويساوي لنا 4 متر مربع إذا كان بالأمتار كوحدة قياس، وإذا كان الوحدات باليونت نكتب عليه 1 مربعة لا على التعيين. هذه فكرة الدرس. أولا الاستعانة بالقانون، اسم الموضوع بالرموز، اتجاه الدوران، زاوية الدوران بدون ذكر أسماء النقاط. الأفضل النقاط تثبت حتى النقطة تصير النقطة وصورتها. ثانيا من خلال الرسم والاستعانة بقوانين الأشكال الهندسية لإيجاد المساحات أو أي قياسات أخرى مطلوبة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.